بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ محاضرة رقم 7، وهذا حتدرس موضوع كتير مهم، وهو حساب أحمال التدفئة أو أحمال التسخين. وهذه الحسابات تلزمنا كتير لتقدير قديش بدنا الجهاز اللي بدنا نستخدمه للمكان اللي بدنا نعمل فيه حسابات أو المكان اللي بدنا نصمم له. فمن خلال هذه الحسابات بنقدر نعرف قديش حمل التبريد، ومن خلاله بنقدر نختار جهاز تبريد أو تكييف مناسب بناء على هذه الحسابات. فالموضوع هذا كتير مهم، وأرجو إنكم إيش تتابعوا معي جملة جملة إن شاء الله إذا فهمناه، لأنه حندخل بعديها في مخازن التبريد، وحيساعدنا هذا في فهم إيش آليات الحسابات اللي إن شاء الله إحنا بناء عليها بعدين بنروح نحسب أحمال مخازن التبريد. ناتي الآن إلى إيش اللي هو heat loss in buildings، اللي هو فقد الحرارة في المباني. أول حاجة building heat load اللي هو أحمال تدفئة في هذه المباني. إحنا لما بنحكي تدفئة معناته بدنا نفهم إنه هذا الجو جو شتاء، يعني درجة الحرارة الخارجية بتكون باردة وجوه بتكون إيش سخنة، وإحنا بدنا نحاول نحافظ على السخونة اللي داخل الغرفة عشان ما تخرجش إلى برا. وخروج الحرارة من الداخل إلى الخارج هذا بسموه فقد عن طريق انتقال الحرارة. فأول حاجة بقول غلاف المباني بتأثر تأثير كبير من البيئة الخارجية، وأداء هذا المباني بأثر على إيش؟ على البيئة الداخلية في الغرفة وعلى راحة السكان.
الآن بعطيني شوية تعريفات. التعريف الأول اللي هو heat loss بقول is amount of heat that a building or building space loses from heat transfer during cold weather. يعني إنه هذا الحرارة المفقودة هي كمية من الحرارة اللي بنفقدها من المكان أو المبنى اللي بنفقد منه حرارة عن طريق انتقال الحرارة من خلال الجدران، زي ما حكينا في حالة لما يكون عندنا الطقس بارد. إذن الـ heat loss هو كمية الحرارة اللي إيش بنفقدها من خلال الانتقال الحرارة خلال الجو البارد. طيب heat load ايش بحكي؟ بقول in the heat that the HVAC الهيت اللي هي air heating ventilation air conditioning equipment must be generated and introduced into a building into the building to maintain comfortable conditions in the building interior. ايش يعني؟ بقول انه الهيتنج لود اللي هي احمال التسخين او التبريد، هذه الرسمة بتوضح انه الهيت لوسز فروم ا بيلدينج كونسيست اوف ترانسميشن هيت لوسز، يعني الفقد الحراري من المبنى بكون من 3 اشياء. اول حاجة الترانسميشن هيت لوسز اللي هو كيو ترانسميشن، يعني اللي هو الفقد من خلال النوافذ او الحيطان، الاسقف، الارضيات، الشبابيك، الابواب. هنا بنتقل بطريقة الهيت كوندكشن او هيت كونفكشن اللي هو في الهيت ترانسفير عن طريق التوصيل، بتخرج الحرارة، لانه احنا بنحكي على الهيتنج لود، معنى الكلام عندي فصل شتاء بكون درجة الحرارة جوا الغرفة أكبر من برا، عشان هيك الحرارة ستخرج زي ما انتم شايفين السهم في الخارج. إذا الكيو ترانسميشن اللي هو انتقال الحرارة قلنا عن طريق الأبواب، الشبابيك، الأسقف، الأرضيات، الحيطان بشكل عام، الجدران. هذه الأولى ال3 أشياء، هاي واحدة منهن. الشغلة الثانية infiltration heat losses Q infiltration، وهي هذه اللي بسموها الحرارة الخارجة عن طريق التسرب، وهذا التسرب يعني بكون ايش من شقوق موجودة تحت الشبابيك او تحت فتحات الابواب او اي تشققات او اي ظروف غير طبيعية في هذا المبنى، يخرج منها الحرارة وتتسرب الى الخارج. الحاجة الثالثة كيو فنتيليشن اللي هي التهوية، أي مكان في العادة بكون له تهوية. إيش الهدف منها؟ تجديد الهواء داخل الغرفة، لأنه الهواء يحتاج تجديد كل ساعة، بكون عدد معين من تجديد الهواء من خلال الفتحات. هذا بتعمل على تجديد الهواء ودخول هواء فريش أو طازة، وهذا الهواء لما بدخل من الخارج إلى الداخل الهواء، فهذا بسبب إيش؟ إن أفقد حرارة الغرفة الموجودة، هاي كمان فقد حرارة. فعند التصميم يجب إن أعمل اعتبار لهذه ال3 شغلات المهمة اللي بتؤدي عندي إلى فقد درجة الحرارة. والحين حيعطينا تعريفات لهذه ال3 شغلات اللي احنا وضحناهن الآن.
هاي معطينا الآن، هيعطينا أول حاجة ترانسميشن اللي هو بانتقال الحرارة، وهذه احنا بنفقد هيت لوسز من خلال ايش، الحرارة بتمر من خلال الجدران والقزاز والسقف والأرضيات والأبواب، تخرج الحرارة عن طريق انتقال الحرارة اللي هو بكون في العادة بالتوصيل، وممكن نستخدم اللي هو بالحمل الحراري مع التوصيل عشان نوجد القديش اليو اللي هي في عنا الوحدات للهيت لوس كتير مهمة. أول حاجة في عنا نظامين، نظام في صناعة الاير كونديشنينج بيقول لك ان هيتينج فنتيليشن اند اير كونديشنينج اندستري، يعني الاتشفاك للتسخين والفنتيليشن تهوية، والاير كونديشنينج في صناعة هذه التكييف والتبريد. يعني في عندنا نظامين، نظام المتريك اللي هو الاس اي، والنظام البريطاني اللي هي امريكا بتستخدمه وكندا بيستخدموه برضو اللي هو الانش باوند. النظام الدولي يعتمد على 3 شغلات، اول اشي متر كيلوغرام ثانية، يعني اول اشي المتر اللي هو الطول يقاس بالمتر، والكتلة تقاس بالكيلوغرام، والزمن يقاس بالثانية. بالنسبة للنظام البريطاني اللي هو بيستخدموه الأمريكا وممكن كندا، اللي هو الطول بالإنش أو بالقدم، وعندي الباوند اللي هو الكتلة، وعندي الزمن بالثانية. فهذول النظامين مهمات. الحين بدنا نفهم إيش وحداتهم في الهيت لوس. طيب الحين في عندنا مصطلحين، كوانتيتي اوف هيت لوس، ومعطينا كيو كبيره. هذه الكيو وحدتها بالنظام البريطاني بي تي يو، اللي هي بي تي يو وهي ايش، وات ساعه، اللي هي عباره عن طاقه. هذه كوانتيتي اوف هيت لوس كيو، وحده طاقه، لانه وحدتها بالبي تي يو او وات ساعه، او ممكن بدل وات ساعه نستخدم جول او كيلو جول، كلها وحدات ايش، وحدات لقياس اللي بسموها الانرجي، الطاقه. فهنا بنقيس، بتطلع عندنا الكميه الهيت لوس بنحسبها، فاذا كان بنضربها في الزمن فبكون كيو كبيرة، لأنه حتطلع عندي انرجي، لأنه الباور ايش بسوي، البي بسوي الانرجي على الزمن، ومعنى الكلام لما انا بدي الانرجي معناته الباور بدي اضربه في زمن، وبتصير الوحدة عندي وات ساعة او كيلو جول او بالنظام البريطاني بي تي يو.
أما الريت أوف هيت لوس اللي هو معدل الفقد الحراري كيو سمول، وحدتها بتكون عندي بي تيو ساعة أو وات. بي تيو ساعة هي نظام بريطاني، والوات نظام إيش؟ نظام دولي. طب إحنا قلنا بنستخدم إحنا أي نظام؟ إحنا بنستخدم النظام الدولي، بس إحنا لما بنشتري المواسير بنستخدم إحنا نظام الإنش اللي هو النظام البريطاني. إذا إحنا في الطول بنستخدم دولي، والكتلة بنستخدم دولي، لكن لما بنشتري إشي في قطر بنستخدم إيش؟ النظام البريطاني اللي هو بنسميه البوصلة. ناتي الآن لعمليات إيش الحسابية اللي بدها تصير عندي، لكن قبل ما أخش العمليات الحسابية بدي أفهم شوية حاجات. أول حاجة اللي بدنا نفهمها إنه اللي كيف بدي أحصل على الـ transmission heat losses اللي هو الـ Q عن طريق إيش انتقال الحرارة. في حاجة مهمة بسموها الـ U اللي هي coefficient of heat transmission اللي هي الـ U factor. هذا الـ U factor هو بكون عبارة عن إيش؟ معامل انتقال الحرارة. وقلنا عشان أنا أحافظ على الحرارة لازم تكون الكمية هذه الـ U صغيرة عشان أحافظ على الحرارة، واضح؟ فهذه الـ U ممكن يجيبوها يكون الجدار نفسه مكون من أكثر من مادة، فبحسب اليو الكلية له وبجيبها وبدخلها في هذا القانون اللي هو كيو تساوي يو في ايه في دلتا تي في تي. ايش المقصود في تي هذه؟ المقصود فيها الزمن. يعني انا لو بدي احسب الطاقة او الحرارة المفقودة بشكل طاقة خلال 24 ساعة 48 ساعة بدي اضرب في الزمن، والكيو هنا بتكون الوحدة عندي عبارة عن إيش؟ عن كيلو جول أو وات ساعة، أو بسموها هي بي تي يو. طيب في حال أنا بدي أحسب ريت أوف ترانسميشن هيت لوس اللي هو كيو معدل انتقال الحرارة أو فقد الحرارة اللي هو هنا يو في إيه في دلتا تي، هذه بتكون عبارة عن إيش؟ بدون زمن اللي هي بتكون وحدتها وات أو بي تي يو ساعة. طب ناخذ هذا المثال عشان إيش؟ نرسخ المعلومات اللي أخذناها. بس قبل هيك أنا في الإيه هنا نسيت أقولكم، هذه مساحة الجدار أو مساحة المبنى اللي أنا بدي أشوف قديش بفقد حرارة خلال هذا الجدار. طيب عندنا بقول بيت، عندنا بيت مساحته مش حجم، مساحة الجدران اللي موجودة فيه 1000 قدم مربع، هذا المساحة الخارجية بما فيها ايش؟ بعد طرح ايش منها الشبابيك والابواب، فصفت مساحة الحيطان عندي 1000 قدم مربع، لأنه أنا الشبابيك والأبواب من مادة مختلفة غير عن البطون أو الحجار أو الحيطان، فمادة مختلفة بنفعش أنا إيش أجمعها في الحسابات إلا حسابات مختلفة، لأنه اليو إلها مختلفة. فعشان هيك أنا بحكي لي إنه مساحة الحيطان هذا مساحة الحيطة الخارجية تساوي 1000 قدم مربع بعد خصم إيش الشبابيك والأبواب والأشياء الأخرى. يعني هذه الحيطان جاهزة بدون شبابيك وبدون أبواب، حيطان فقط. بقول إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 0 فهرنهايت
يعني صفر معناته بالسالب بالدرجة المئوية. هذا جو يوم شتاء بارد جدا يعني. وعندنا انسايد تمبريتشر 68 فهرنهايت، هذه في حدود يعني مش عارف، يمكن في العشرينات، في قانون اللي في 9.5 عشان احول من مئوية الى ايش فهرنهايت. يعني اخذتوه انتو هذا في الاساسيات الحراريات يمكن في البداية، وموجود يعني عندكم لو فتحتوا على النت بتشوف القانون للتحويل من درجة مئوية إلى فهرنهايت والعكس صحيح. بقولنا إيش في السؤال؟ احسب ريت أوف هيت لوس ثرو أن انسيوليتد وول. بقول عند الحيطة هذه لو فرضنا إنها معزولة واليو إلها معامل التوصيل أو معامل الانتقال الحراري 73 من 1000، شايفين صغير. إذن إحنا لما بدنا يكون عندنا عزل لازم معامل التوصيل الحراري أو معامل الانتقال الحراري يكون صغير جدا عشان يمنع انتقال الحرارة. على السريع بنطبق على القانون، كيو تساوي يو في اي في دلتا تي. اليو عندي 73 من 1000، وعندي اللي بضربها في المساحة 1000، وبضربها في فرق درجة الحرارة اللي هو 68 ناقص 0. أنا الداخلية ناقص الخارجية، لكن في أيام الصيف بحط الخارجية ناقص الداخلية، لأنه بكون الخارجية أكبر من الداخلية. ممكن الخارجية تكون 30 والداخلية تكون مثلا 25 أو 20، فأنا الكبير بطرحه من الصغير لأن الحرارة تنتقل من الدرجة الكبيرة إلى الدرجة الصغيرة. طيب قديش صف عندي الكيو هذا سمول، فطلعت 4964 بي تي يو في الساعة. هنا الكمية هذه، هذا الحيطة لما تكون معزولة. بقول لك في حالة كانت الحيطة مش معزولة، ان انسيوليتد وول، انها مش معزولة، احسب له ريت هيت لوس ثرو هذه الحيطة، احسب له فقد الحراري خلال هذه الحيطة المش معزولة، وأعطاك الحيطة معامل التوصيل الحراري إلى الحائط اللي هو 267 من 1000. وزي ما ملاحظين هذا الرقم أكبر بكثير من هذا الرقم، لأنه في حالة العزل الحراري بكون معامل انتقال الحرارة قليل، في حالة فش العزل الحراري بكبر معامل انتقال الحرارة. فكيو ايش تساوي عند يو في اي في دلتا تي. اليو هي عوضنا عنها، هذا في هذا مش عزل اللي هو 0.267، ضربتها في المساحة 1000 وفي فرق درجة الحرارة 68 ناقص 0، فطلع عندي 18156 بي تي يو لكل ساعة. شايفين قديش انا في حالة العزل فقد الحرارة قليل، لكن في حالة انه فيش عزل شايفين فقد الحرارة تحول من 4964 الى 18156. قديش كمية حرارة فقدنا في حالة لما تكون الحيطان مش معزولة، اما لما تكون معزولة بكون كمية الفقد قليلة. عشان هيك هذه العوازل الحرارية بتؤدي الى حفاظ على الطاقة، لأنه أنا لما بدي أصمم فيش عوازل بدي أضطر أجيب جهاز تكييف كبير عشان يغطي الفقد هذا، وهذا حيسحب كهرب أكتر من الأول. بالإضافة أنه العزل الحراري بيحتفظ في الحرارة، فممكن يؤدي أنه جهاز التكييف يتريح بشكل أكبر كل ما وصل للحرارة المطلوبة، فبوفر علينا كهرب. آخر حاجة بده ايش في حالة الفقد، بده تحسب له قديش عندي الكيو الكبيرة، بدي قديش ترانسميشر هيت لوسز لوس ثرو ان انزوليتد اللي هو معزول، لكن بده خلال 24 ساعة
خلال يوم كامل واحد قديش بده يكون عندي فقد الحرارة. نفس القانون الأول هذا المقدار زي ما انت شايفين، بس بضرب في التي الزمن اللي هو 24 ساعة، فصار عندي اليو هيا في المساحة 1000. هذا اللي بعطيكم إياهن وحدات، وبكتب الرقم مع وحدته. أنت لما تيجي تحل ما تكتبليش الوحدة داخل القانون، اكتب لي الوحدة النهائية إيش بطلع معك. فهنا هو بي تي يو على ساعة ضرب اف في اف تي تربيع. الاف تي تربيع هي في المقام، لانه شحطة حتروح مع الاف تي تربيع، والاف هذه حتروح مع درجة الحرارة، والتي الاور حتروح مع الاور تاعت ال24، حيصفي البي تي يو لحالها وحيطلع المقدار اللي انا بفقده خلال ال24 ساعة 119,136 بي تي يو. فهي سؤال بسيط وبيعتمد على قانون بسيط، وأرجو أنكم تكونوا فهمتوا، وأكيد إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نأتي إلى موضوع المقاومة الحرارية، وإن شاء الله هذا حندرسه خلال المحاضرة الجاية. بس هنا بحب أوضح لكم شغلة، وهيك بنقول لكم يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلاقيكم في محاضرة قادمة إن شاء الله. وادرسوا المحاضرات أول بأول عشان نقدر إيش إن نستوعب بشكل أفضل، ونحتفظ بالمعلومات بشكل أحسن. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.